بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أبناء الصف الثاني، هنكمل مع بعض دروس الوحدة إن شاء الله نخلصها النهاردة عشان نبدأ بعد كده في الوحدة الثانية. lesson number 8 تحت عنوان read and listen، طبعا story، قصة قصيرة. تعالوا نشوف القصة ونقرأها ونترجمها ونشوف أحداثها وإيه المطلوب مننا بالظبط. القصة تحت عنوان fixed fish. This fish can fix things. هذه السمكة تستطيع تصليح الأشياء. fix هنا مش بمعنى يثبت، هنا بمعنى يصلح. اوكي، يبقى this fish can fix things. I can fix this ship. أنا أستطيع تصليح هذه السفينة أو هذا القارب. Can you fix it? Yes, I can. هل تستطيع تصليحها؟ نعم، أستطيع. He is fixing a swing. Can you fix my wing, please? Yes, I can. Just a minute. نعم، أستطيع. لحظة من فضلك. Thank you. Fixed fish. You are welcome. He can fix tails, fin, and wings. هو بيقدر يصلح الأجنحة والديل والزعانف. الكلمات اللي أنا عايزاكم أو عايزة منكم تحفظوها يا حبايبي، طبعا fish من الكلمات اللي احنا أخدناها من قبل. طبعا عندي fix بمعنى يصلح، تمام. عندي الاكسبريشن بتاع can you fix it. طبعا انا عايزاكم الجملة دي او السؤال ده تحفظوه، ماشي؟ السؤال ده تحفظوه والاجابة عليه بتكون مختصرة. لو في الاثبات بنقول yes I can، لو في النفي no I can't، تمام. يعني number one can you fix it، هل يمكنك تصليحها. الverb can بمعنى هنا هل يمكنك. اوكي، الاجابة لو انا فعلا عندي الاستطاعة بقول yes I can. طب لو انا مش قادر بقول no I can't أو cannot. أوكي يا ولادي، أوكي. طيب تاني حاجة، الإكسبريشن بتاعي في الدرس thank you، you are welcome. الكلام اللي احنا بنقول عليه الكلام المؤدب polite to answer، لما حد بيعمل لنا خدمة المفروض ذوقيا ان احنا نقوله thank you، وهو يرد كمان يقول لك ايه you are welcome، على الرحب والسعة. يبقى دي كمان اكسبريشنات اللي احنا عايزين نحفظها مع بعض. اكسبريشن تعبير thank you، thank you اشكرك، you are welcome، you are welcome، على الرحب والسعة. تمام كده. ايه تاني يا تيتشر؟ طبعا عندي ship اللي هو القارب من الكلمات نعزين واحنا مفروض احنا حفظناها. swing المرجحة. اوكي، عندي tails وعندي fin وعندي wings. هي دي الكلمات اللي مطلوبة منكم يا ولاد انكم تحفظوها املائيا. طيب lesson number 8 مجرد just a story بنقرأها، طلعنا منها الكلمات المهمة اللي احنا نحفظها عشان تساعدنا، وفهمنا الدرس ترجمناه وعرفنا الاكسبريشن اللي المفروض ان احنا نبقى حافظينه. هنيجي لسون نمبر 9. اوكي، لسون نمبر 9 تحت عنوان use of English. تعالوا مع بعض يا حبايبي. growing vegetables، الخضروات اللي بنزرعها بتنمو معنا. Lots of vegetables are growing on the farm.
العديد من الخضروات بتنمو في أو بتزرع في الإيه المزرعة. Which vegetables are growing above؟ نركز بقى مع بعض. Above دي فوق the ground، فوق الأرض. And which vegetables are growing under the ground، تحت الأرض. يبقى أنا عندي جزئين من الخضروات، جزء بينمو فوق الأرض وجزء بينمو أعلى تحت الأرض. أوكي، زي ما قلنا عندنا هنا which vegetables are growing above the ground، معنى above the ground يعني فوق سطح الأرض. And which vegetables are growing under the ground، growing under the ground بتنمو تحت الأرض. بصوا كده يا ولاد، انا عندي هنا التربه، سطح التربه the ground بتاعتي. vegetables which growing under the ground like carrots، الجزر بينمو تحت التربه، and the onions، البصل، and potatoes، تمام، tomato and peppers and beans are growing above the ground، تمام. الهدف كله معرفة what the meaning of above and what the meaning of under. هنا زي تدريب. What is above the table and what is under the table. طبعا a cat under the table and a photo above the table. تمام تمام يا teacher. درس ما فيهوش طبعا جرامرز، جايب لك هنا زي السؤال والإجابة. عندك are the carrots growing under the ground، ممكن تجينا في الامتحان بس جايب لك الصورة، صورة الكاروتس الجزر، ويقول لك السؤال ده are the carrots growing under the ground، هل الجزر بينمو أسفل تحت الأرض أو تحت التربة. طبعا انت هيبقى بيبقى اعمل لك yes ولا no، انت بتحيط على yes لو الإجابة صحيحة أو no. أوكي يا ولاد. طيب is the boy picking a pepper، هل الولد بيجمع البيبر؟ لا، هو بيجمع التوميتو. طبعا لو هنا هنقول no he is not، no he is not. طيب يا تيتشر نشوف اللي بعد كده. find out more، اكتشف المزيد. طبعا هنا life cycle of bean، دورة حياة نبات الفول. تعالوا نشوف life cycle بتاعتنا. بصوا كده يا ولاد، اول حاجة بنعمل ايه؟ first a seed is planted in the ground، بنضع البذرة في التربة. يبقى first اولا a seed is planted in the ground. number two the seed starts to grow، البذرة بتبدأ تنبت تنمو. then the seed becomes a big plant، بتصبح نبتة كبيرة. بعد كده a bean grows on the plant، بيبدأ يظهر نبات الفول. آخر حاجة there are seeds inside the bean، وبيوجد البذور بداخل نبات الفول. طبعا دي دورة حياة الفول. أوكي، يبقى هنقولها تاني. first a seed is planted in the ground. The seed starts to grow. then the seed becomes a big plant. and the bean grows on the plant. There are seeds inside P. طيب يا ولادي تعالوا نشوف اللي بعد كده. things that grow from seeds، أشياء بتنمو من البذور، يعني طبعا هتكون نباتات. like what like corn، تمام. like what الأنت، no the tree، okay the flowers، yes rock، no. يبقى احنا لو هنحاوط او نشوف، عندي
النباتات هي التي تنمو من البذور طبعا، وليست الحيوانات أو الصخور. تمام يا ولاد؟ أوكي. write and draw، ارسم واكتب. life cycle of duck، دورة حياة البط أو جوز أو دورة حياة الأوز. طبعا بتبدأ بالبيضة، طبعا بيكون الجنين داخل البيضة بيتغذى، بعد كده الجنين يخرج خارج البيضة، يبدأ يتغذى، يبدأ ينمو، يصبح جوز لينج أو داك لينج اللي هي البطة الصغيرة أو لوزة صغيرة، وبعد كده تنمو وتصبح بطة كاملة النمو. طيب ليسون نمبر 11 يا ولادي، ليسون نمبر 11 طبعا عندي أجزاء النبات هنا مهمة، زي نتعرف على النبتة. عندي نمبر 1 روتس، روتس اللي هي الجذور، روتس اوكي. عندي after that seed، seed اللي هي البذرة نفسها، stem، stem اللي هو الساق، leaf، leaf اللي هي الورقة. تمام، يبقى roots، seed، stem، leaf. هنا زي أغنية my garden، حديقتي، عايز dig a little hole، نحفر حفرة، plant a little seed، نضع بذرة، pour a little water، نضع قليل من الماء، pull a little weed، وقليل من السماد، chase a little bug، ومحاربة قليل من الحشرات، where did it go، here comes the sun، وهنا تأتي الشمس، watch my garden grow، وانظر إلى نباتي وهو ينمو. طبعا الدروس سهلة جدا يا ولاد، المعلومات اللي فيها بسيطة طبعا، ما فيهاش حاجات يعني صعبة. زي ما قلت لكم يا حبايبي مع بعضنا كده، احنا بنحاول المعلومات، الكلمات بتكون مهمة جدا معانا، حفظ الكلمات طبعا لينا كلنا. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا لازم عندنا كل ما يبقى عندنا كمية او عندنا ثروة لغوية من الكلمات، كل ما بنكون اكتر مرونة في اللغة الانجليزية، من حيث قراءة الجمل، من حيث حفظ قراءة الاسئلة والاجابة عليها. فانا عايزة اولادي وبناتي حبايب قلبي ان هما يدربوا على الكلمات، ويقدروا يعني يحاولوا على يعني يحاولوا يحفظوا اكبر قدر ممكن من الكلمات. صدقوني هتفرق معاكم جامد. يعني احنا دايما نقول الجنة بالحسنات واللغة بالكلمات، طبعا القاعدة بتاعتي المفضلة. طيب يا تيتشر، احنا هنا لو بدنا نتكلم على اللايف سايكل، طبعا اللايف سايكل دوت بيجي لك في خطوات، بيجيب لك الخطوات ويقول لك انت رقم، يعني بيجيب لك الخطوات كاملة، عشان طبعا احنا صف تاني، هتكون الموضوع صعب انك تكتب الجمل، فهيجيب لك الخطوات بس بطريقة عشوائية. ممكن يقول لك رتب 1 2 3 4، يبقى انت عارف بنبدأ بإيه، وتاني خطوة، تالت خطوة، رابع خطوة، خامس خطوة، مش مطلوب منك أكتر من كده. طيب يا تيتشر، حفظنا الكلمات وركزنا زي ما انت قلت لنا الجرامرز يا ولاد. طبعا عايزين نتحاول نبقى مع بعضينا، نحاول، يعني احنا بنقول نحاول مش إجباري، يعني اننا يا حبايب قلبي بالنسبة للقواعد نتدرب عليها كتير. احنا طبعا بإذن الله هنعمل لكم مراجعة على اليونت، طبعا احنا كده خلصنا اليونت بتاعتنا، فهحاول بإذن الرحمن ان احنا نركز على الجرامرز. هعمل لكم مراجعة كاملة على اليونت، من حيث الجرامرز، من حيث الكلمات، من حيث التدريبات، ازاي بيجي صيغة السؤال ونحله ازاي، على اساس تكون الموضوع سهل بالنسبة لكم، وتكونوا تمكنتم من اليونت بطريقة افضل. تمام،
وان شاء الله نبدا في الوحده اللي بعد كده، نبدا في شرح الدروس الوحده اللي بعد كده باذن الرحمن يا حبايبي. كده خلص حصتنا النهارده، لو في اي استفسار اي معلومه ادخلوا لي على الخاص وباذن الرحمن بجاوبكم اول ما بشوف استفساراتكم. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم ولا معلومه بسيطه، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.